مجلس اتحاد الكوره. من واقع خبرتك العمليه انت في مستوى يخليك تقدر تواجه السنغال ولا لا؟ ولا مش حد يعني ما هو سؤال في الوقت الحالي مش عارف كنت هتجاوبني بصراحه ولا لا؟ لا في الوقت في يعني لو تكلمني من شهر وقبل بدايه الدوري الكلام ده كنت اقول لك فعلا الامور كانت صعبه بالنسبه لنا جدا. انما في الوقت الحالي واعتقد ان المباراه كمان على ارضنا اعتقد ان يمكن زي ما قلت لك ان في دعم كبير من اتحاد الكوره ومجلس اداره والجهات المعنيه كلها. يعني طبعا المباراه اللي فاتت لما يكون موجود رئيس الوزراء وعدد من الوزراء موجودين اعتقد دي رساله قويه ان احنا لا عايزين الرياضه ترجع تاني وعايزين والناس واقفين جنب المنتخب من تاني وعايزين المنتخب يوصل لافضل حاجه ممكنه. اعتقد دي كانت رساله قويه لما المباراه تقام وتقام بجمهور مع الدفعه المعنويه اللي احنا خدناها من ماتشين بتسوانا. اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله عندنا فرصه كبيره ان احنا نتغلب على السنغال ان شاء الله باذن الله لاني اعتقد ان ما عندناش امال غير كده.